بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنستكمل شرح Chapter 1 وبنبدأ بنقول الـ Industries Most Affected by Numerical Control. هاي هم كتير، يعني عايزين نقول كل الصناعات اللي بتحتاج لأكيوريسي عالية هتلاقي إن فيها بنشتغل بالـ Numerical Control. أول حاجة الـ Aerospace، الـ Machinery، الـ Electrical، الـ Fabrications، الـ Automotive، الانسترومنتيشن والمولد ميكنج. والمولد ميكنج انت عارف ان هي دي بتحتاج لأكيوريسي عالية جدا، لان انت عايز تعمل الاستامبة بتاعتك اللي هتنتج بيها الاجزاء اللي بعد كده، فبالتالي لابد ان احنا نستعمل النوميريكال كنترول في تصنيع المولد ميكنج عشان نحصل على أكيوريسي عالية، وبالتالي البارتس اللي هتطلع هيكون الكواليتي بتاعها عالي جدا. نيجي بعد كده يقول لي الـ basic elements of CNC system. ما هي العناصر الرئيسية في الـ CNC system؟ لو بصيت هنجد قدامنا أول حاجة شباب لابد أن تضعها في اعتبارك اللي هي إيه؟ define geometry. أول حاجة تجيني الرسمة عندي، بقرأ الرسمة كويس جدا واعرف الدايمنشنز اللي قدامي، الجيومتري اللي موجوده قدامي، الشكل الهندسي اللي موجود قدامي، ادرسه تماما بحيث اني انا بعد هذه الدراسه هنطلق للخطوه الثانيه اللي ايه؟ كرييت التول باث. يعني ايه كرييت التول باث؟ انا عندي العمليات اللي انا هعملها، سين انا هعمل عمليه مثلا تيرنينج، فبقول اول حاجه فيسنج للشافت اللي موجود مع اللي موجود قدامي، وبعدين نمره 2 هعمل لونجيتودينال تيرنينج، نمرة 3 هعمل مثلا ثريد، نمرة 4 هعمل هول. يبقى إذن أبدأ أمشي بالترتيب وأعرف التول باث، المسار بتاع التول in ordered sequence. أوكي، بعد كده post process create code. الخطوات اللي أنا رتبتها هنا في بتاعة التول باث أبدأ أكتب بقى البرنامج اللي هيترجم لي، اللي هيترجم ايه؟ يبقى انا هنا الكريت تول باث، ابدا اكتب البرنامج اللي هيترجم لي الخطوات اللي انا ايه عملتها في التول باث. بعد كده نكتب هذه الخطوات ريد كود تو كنترولر، نحمل هذه الخطوات اللي احنا كتبناها في صوره الفا نوميريك كودز على البرنامج على الكنترولر، وبعدين هو الكنترولر يعمل بقى ايه؟ الانتربوليت كود انتو درايف انبوت. يبقى عمل التفثير يوديه لمين؟ خلاص بقى راح للمشين، يبقى فسر هو كل الأوامر بعتها للمشين عشان تطلع لي ايه الفينيش بارت.